طيب دخول عائلتك حسين، عائلتك يعني دخولها في الإعلام، احنا كنا ما نعرف قد كنت مبعدهم حيل وهم بعيدين اصلا. الحين شفنا يعني يمكن واحد او اثنين من اخوانك لهم بثوث وكذا، عبد الله دخولهم، ابي دخولهم في الإعلام تشوف انه يعني كويس ولا مو كويس؟ اللي يرضاه انا شيء كذا برضاه على اخواني. اثر عليك؟ ما اثر علي بالعكس، انت طالع على طيب استمر ما عليك لا مو مسألة طيب، لا شوف 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 خلينا نتكلم بواقعية شوي عبد الله. يعني انت مثلا مثال، انت مشهور واخوك مو مشهور، اخوك وده انه يصير نفسك، شوف انك انت زين وهذا يا اخي بده انه يصير نفسك، فليش ما يصير نفسك؟ شنو السبب؟ شنو اللي مخليك تصير؟ فهمت؟ ممتاز. طيب اللي ما يبي يدخل بالاعلام حلو، بس الاعلام تسلط عليه يسبب لك احراج او يسبب للعائله احراج، اول من يدافع انا ما اخوي، مو مساله دفاع، مساله انه احراج، يعني ما في خصوصيه، ما راح يحرجني اصلا، ما راح يصير شيء الا هو مستشيرني عليه خالص، متخذ خالصين يعني في الشيء هذا، فاهم علي شلون؟ طيب انت حاب ان عائلتك تكون يعني بعيد من الاعلام والسوشيال ميديا، ولا حاب انها تكون يعني لا ما احب ادخل العائله بشكل، يعني انا ملاحظ ترى انا من يعني الناس، اخواني ترى انا اخواني سته ما شاء الله، الله يحفظهم، الله يجمعكم، الله يجزاك ولا يفرق، الله يجزاك خير، سته اخواني، اذا انت تعرف عاد اللايف، اذا طلع واحد من اخواني جاب لي قهوه وجاء، فهمت؟ يدخل باللايف بالغلط وشبه واحد اصلا، ما شبه واحد اي فهمت؟ فانا ما احب اطلعهم، ترى انا ما داني اللي يستغل اخوانه في الشهر، ما داني كثير يعني، عياله اخوانه، عياله اخوانه اخواته الصغار، ما داني انا الرجال اللي يستغل اخوانه على شهر، فهمت؟ لا صار في الولد شيء، صحيح، من بيتحمل؟ فهمت علي شلون؟ والعين حق، يمكن طيح. يمكن لقاء الولد ما شاء الله تبارك الرحمن، يمكن الولد كوميدي، فهمت؟ لا صار شيء في الولد، شنو انت شنو موقفك؟ ما ينفع شيء، ما راح ينفعك شيء، مشاهدات عشان ترى بس تضحك المشاهدين على اخوك ما يصير، فهمت شلون؟ انا اقدر اجمع اخواني سته اوقفهم باستعداد، فهمت؟ بس ما ليش؟ لا اقنعتني، اقول لك. طيب الحين بسك سؤال، يعني احنا يعني يمكن في بعض من جمهورك ما يدري الشيء هذا، انا كنت اعرف حسين انه متذوق شعري ويكتب صحيح قصيد، صح؟ صحيح.